السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهاردة هناخد مع بعض الدرس الثالث، صفحة 34، صفحة 34 في كتاب بيت باي بيت. هنقرأ كلمات الدرس الثالث وكمان هنحل التدريبات عليه اللي هي صفحة 42 و43 في كتاب بيت باي بيت. يلا نقرأ كلمات الدرس بتاعت البين ستوك اللي هو ساق الفاصوليا. طيب اللي هي الستوري اللي عندنا قصة جاك اند ذا بين ستوك، يعني جاك وساق الفاصوليا. تعال نقرأ مع بعض الكلمات. عندي هنا اول حاجة بين ستوك، بين ستوك، بين ستوك يعني ساق الفاصوليا. بين ستوك، بين ستوك، بين ستوك. هنكرر الكلمة كذا مرة وانت قولها ورايا علشان تخرج من الفيديو وانت حافظ الكلمات. بين ستوك، بين ستوك، ستوك، ستوك. هنا الاي ميكس الساوند او والال ما نطقناهاش سايلنت، يبقى بين ستوك، بين ستوك، بين ستوك، بين ستوك، بين ستوك، بين ستوك، بين ستوك. قلعة كاسل، castle، castle، it is silent. castle، 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 castle. عملاق giant، 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 giant. عملاق giant، giant. يقطع chop، 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 chop. وبتيجي مع الخضروات اكتر، chop vegetables يعني يقطع الخضروات، يبقى chop، 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 chop. قفص cage، 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 cage. ينتزع او يمسك بسرعة وقوة اسمها grab، 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 grab. طيب تعال نشوف المربع الاصفر ده. عندنا هنا كلمة فقير poor، 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 poor. غني rich، 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 rich. خاص أو مميز special، special، special. السي اي هنا ش، يبقى اسمها special، 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 special. غاضب angry، 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 angry. ذهبي golden، 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 golden. طيب نشوف المربع اللي جنبه. عندي كلمة سحر أو سحري magic، 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 magic. كلمة فظيع terrible، 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 terrible. حر أو طليق free، 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 free. عطوف kind، 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 kind. ما تنساش اللايك، يلا دوس لايك على الفيديو دلوقتي قبل ما تنسى. ولو كنت لسه جديد وبتشوفنا لأول مرة يلا دوس على الاشتراك أو السبسكرايب عشان يوصلك كل درس وتدريباته كمان لحد إن شاء الله آخر المنهج. طيب عندنا هنا سوق market، 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 market. بقرة cow، cow، cow. سعر price، 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 price. في الطريق إلى on the way to، on the way to، on the way to، on the way to. سحابة cloud، 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 cloud. ينام go to bed، go to bed، go to bed، go to bed، go to bed. قمة top، 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 top. طيب المربع التاني عندي هنا بالداخل يعني inside، 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 inside. فجأة suddenly، 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 suddenly،
لي suddenly suddenly suddenly. طيب عملات ذهبية gold coins gold coins gold coins gold coins gold coins. بمجرد as soon as as soon as as soon as as soon as. فأس axe 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 axe. لم يعد anymore 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 anymore. طيب يلا نشوف باقي الكلمات اللي في صفحة 35. نقرأ باقي الكلمات اللي هو طبعا الأفعال الريجولر فيربس والإيرريجولر فيربس، يعني الأفعال المنتظمة والأفعال غير المنتظمة. يلا اقرأ ورايا. عندي كلمة يتسلق climb 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 climbed، المفروض بقى climbed في دي، زود انت دي، يبقى climb climb البي ما بنطقهاش climb climbed climbed climbed. يعد count count counted counted counted. يصيح أو يصرخ cry 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 cried cried cried. لو تلاحظ ان احنا شلنا الواي وحطينا بدلها الاي وزودنا اي دي، يبقى اي اي دي طبعا عشان الواي قبلها حرف consonant اللي هو الار حرف ساكن، فما حافظش على الواي وشلناها وحطينا اي اي دي على الماضي. طيب ينقذ save 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 saved saved saved. عندنا كلمة يصل إلى reach 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 reached 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 reached. يمسك أو ينتزع لسه قايلينها grab 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 grabbed grabbed grabbed. يقطع chop 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 chopped chopped chopped. طيب تعالى نشوف الافعال الايرريجولر فيربس غير المنتظمه، طبعا شكلها بيتغير. يا زي كلمه يبيع sell sell sold sold. يقول say 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 said said said. يحصل على get 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 got got got. يقابل meet 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 met met met. يشتري buy 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 boat boat boat. خلي بالك هنا ال G وال H silent يعني ما لهم صوت، بقول boat. يرمي throw 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 through through through. يرى see see saw saw saw. يسقط fall 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 fell fell fell. طيب تعال نحل مع بعض تدريبات صفحة زي احنا قلنا قبل كده 42 و 43. طيب بص معايا كده بقى على صفحة 42. عندنا هنا اول سؤال طبعا choose choose، هنختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المتعددة اللي عندي دي. يلا أول سؤال هنا بيقول لي A is very big person، يعني يكون شخص كبير أو شخص ضخم، يبقى giant يعني العملاق. طيب number two بيقول لي When you not some something you pick it up quickly، لما انت بتعمل ايه كده انت بتاخد الحاجة دي بسرعة quick pick up يعني تلتقطها quickly يعني بسرعة، بتاخد الحاجة بسرعة من على الارض يبقى grab grab يلتقط. طيب number three بيقول لي علي is very علي يكون he has a lot of money عنده فلوس كتير، a lot of يعني كثير وmoney نقود يبقى rich غني. Number four, my favorite fruit is يعني فاكهتي المفضلة، fruit يعني فاكهة و favorite يعني المفضل، الفاكهة المفضلة تكون ايه؟ مفيش طبعا غير الgrapes، grapes يعني عنب، كلهم مش فاكهة.
طيب هنا بيقول لي dogs and cats has، القطط والكلاب has يعني عندهم، يبقى dogs and cats has tails، tails يعني ذيول. let's طبعا هيجي وراه فعل في المصدر، بس ايه الفعل اللي هيجي مع كيك؟ كيكة طبعا، بيك، بيك كيك يعني يخبز الكيكة، يخبز التورتة. طيب هنا I always help my mother، أنا دائما أساعد أمي. the vegetables طبعا لسه قايلين إن في فعل معين بيجي مع vegetables هو اسمه chop، chop vegetables يعني يقطع الخضروات. مهم تعرف كل كلمة معناها إيه بالعربي عشان لو جات لك في سؤال تاني مشابه تبقى عارف الكلمة بالعربي معناها إيه وتعرف تجاوب عليه. طيب هنا عندي A is very large building، يعني تكون مبنى very large يعني كبير جدا. A long time ago يعني منذ وقت بعيد أو وقت طويل، يبقى castle، castle القلعة، عبارة عن large building مبنى كبير جدا بقاله فترة كبيرة منذ وقت أو منذ زمن. طيب نشوف السؤال التاني، وبيقول لي هنا اختار طبعا من الكلمات دي، تعال نعرف الكلمات دي معناها ايه الاول. عندي rich يعني غني، عكسها poor، poor فقير. طيب عندي cage يعني قفص، عندي poor يعني فقير لسه قايلينها. giant يعني عملاق، angry يعني غضبان. طيب هنا بيقول لي جاك اند هيز ماذر didnt have money، يعني جاك ومامته ما كانش معاهم نقود، يبقى زي وير هم كانوا، زي وير طبعا poor فقراء، الله يعافينا يا رب. جاك سو، جاك رأى a very big، a very big ايه، a very big giant يعني رأى عملاق كبير او شخص كبير. he also saw a hen in the، ورأى ايضا، also يعني ايضا، saw رأى هن دجاجة، in the تكون في الايه، تكون في الكيج القفص، يبقى احفظ كلمة كيج يعني قفص، كيج كيج. طيب بيقولي هنا next to the hen يعني بجوار الدجاجة a golden egg يعني بيضة ذهبية. جاك took the hen، جاك أخد الدجاجة and sold the golden eggs، وباع البيض الذهبي. جاك become، جاك أصبح، نقط at the end يبقى أصبح rich، أصبح غني، rich غني. طيب تعالى نشوف القطعة ونحل الأسئلة اللي عليها، يلا نقرأها واحدة واحدة كده ونشوف بتقول إيه الكلمة اللي انت مش عارف معناها وأنا قلتها بالعربي، حط المعنى فوقيها واحفظها. بيقولي yesterday امبارح سامي went to the library to read books، يعني بالأمس سامي ذهب إلى المكتبة لكي يقرأ الكتب. he borrowed هو استعار a book كتاب about عن a famous rich man عن رجل غني مشهور، famous يعني مشهور وrich غني. called Jack اسمه جاك. when Jack was a child عندما جاك كان طفل he was poor هو كان فقير. his mother يعني أمه، تعالى بقى هات الصفحة التانية. his mother gave him يعني مامته اعطته، give him يعني اعطته a cow بقرة to sell it لكي يبيعها and get money to buy food ويحصل على يحصل على النقود لكي يشتري طعام. to هنا معناها كي، وباي يعني يشتري، food طعام. he met an old man هو قابل رجل عجوز، met يعني قابل، قابلة الماضي من كلمة meet. and an old man يعني رجل عجوز and give him وأعطاه bean seeds يعني بذرة، بذرة فول. Jack put the bean seeds in his garden وجاك وضع هذه البذرة في الحديقة، في حديقته. the next day في اليوم اللي بعده he found هو وجد، found دي الماضي من find، هو وجد very tall bean stalk يعني شجرة فاصوليا عملاقة، very tall bean stalk فرع فاصوليا عملاق. he climbed the bean stalk هو تسلق هذه الفاصوليا العملاقة and found hen ووجد دجاجة with golden eggs بها بيض ذهبي.
he took it هو أخذها and sold the eggs وباع البيض. Then ثم he became very rich أصبح غني غني جدا كمان عشان في very. طيب عندي هنا Jack found a on the beanstalk. Jack found a Jack وجد ايه في البينستوك يبقى وجد هن دجاجة. Jack bought the bean seeds يعني جاك وضع البذرة in the وضعها طبعا في الجاردن في الحديقة. طيب بيقولي هنا where did Sammy go yesterday أين ذهب سامي بالأمس yesterday بالأمس. طبعا هو قال لنا هو تعالى كده نرجع للقطعة بيقولي سامي ذهب بالأمس إلى library أهي تعالى نشوف في الصفحة التانية yesterday بالأمس دي الإجابة سامي went to the library ذهب إلى library. طبعا دي هتبقى إجابة السؤال number 3 رقم 3 يبقى ذهب إلى library. ممكن أكتب to the library على طول. طيب هنا بيقول لي how did Jack become rich يعني كيف أصبح جاك rich غني. طبعا هو باع البيض الذهبي يبقى نكتب له بقى he sold هو باع the gold eggs هو باع البيض الذهبي he sold the gold eggs. طيب تعالى نرتب مع بعض الجمل دي ونشوف ايه معنى الجملة بعد ما ترتبت مهم تعرف معناها عشان لو جات لك تاني. بيقول لي جاك انا هرقم انت اكتب يعني انت رقم واكتب الجملة برضو تمام. انا بس عشان الوقت وما طولش عليك في الفيديو بيقول لي هنا جاك يبقى جاك wanted ارادة to sell the cow أن يبيع البقرة يبقى Jack wanted to sell the cow Jack wanted to sell the cow يعني Jack أراد أن يبيع البقرة. طيب number two Jack saw a very big giant. طيب يلا نرقمها Jack saw a very big giant يعني جاك رأى رجل عملاق عملاق جدا بقى عشان فيه very big رجل كبير عملاق جدا. طيب عندي هنا جاك يبقى جاك and his mother were very poor يعني جاك ووالدته كانوا فقراء جدا يبقى جاك and His mother were very poor. طيب number four بيقول لي هبدأ بذا هبدأ به يبقى he was counting يعني هو كان بيعد بيعد ايه bags of gold coins يعني شنط من العملات الذهبية يبقى he was counting was counting كلها على بعض رقم اتنين bags of gold coins he was counting bags of gold coins كان يعد شنط من العملات الذهبية. طيب اخر واحدة بيقول لي they يبقى ابدأ بthey they sold هم باعوا the golden eggs البيض الذهبي to buy food لكي يشتري الطعام يبقى they sold هم باعوا باعوا ايه بقى the golden eggs ليه to buy food لكي يشتروا الطعام. طيب هنا البونكتويشن عندي ال ال فليتس كبرها كده ونحط الابوستروفي ونحط تحتها خط والال نحط تحتها خط برضو وفي الاخر فول ستوب الفول ستوب محطوطة يبقى الال والابوستروفي فليتس. طيب هنا what بيقول لي what did Jack get for his cow يبقى ال w في what w في what معمولة على فكرة هي كبيرة خلاص احنا مش هنيجي جنبها مش حط تحتها خط هي معمولة عندنا ال j في Jack
الجي في جاك عشان ده اسم، يبقى الجي في جاك وفي الاخر question mark علشان دي، علشان ده سؤال. طبعا بيبقى عندنا اتنين يعني حاجتين بس اللي نعملهم مش تلات، يعني احنا بنغير فيه بنعدل في حرفين. بكده يكون انتهى الفيديو، ما تنساش اللايك، يلا حط اللايك دلوقتي، اللايك بتاعك بيوصلني، حط اللايك دلوقتي علشان تدعمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كانت معكم مس منى صبحي.